المعلومات والاتصالات. سجلت أسواق المال الإقليمية زيادة تعادل 20 ضعفا في عائدات صفقات الاكتتابات للربع الأول من عام 2013 على الرغم من الانخفاض بمقدار 25% في عدد الصفقات، وذلك طبقا لتقرير أصدرته أرنست أند يونغ حول أنشطة الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب التقرير تمثل صفقات الاكتتابات الإقليمية خلال الربع الأول من 2013 ارتفاعا نسبته 374.3% عن عائدات الربع الأخير من العام الماضي. وشهد العراق الاكتتاب الأكبر والوحيد الذي حققت شركة الاتصالات آسيا سيل من خلاله 1.3 مليار دولار، وحل في المرتبة الثانية كأكبر اكتتاب، وبعده جاء اكتتاب شركة إسمنت المنطقة الشمالية السعودية بقيمة 240 مليون دولار، وتلاه اكتتاب الشركة الوطنية للرعاية الطبية في السعودية بقيمة 97.2 مليون دولار. أنقل كل ذلك إلى ضيفي في الرياض سيد فيل غاندير رئيس خدمات استشارات الصفقات في أرنست أند يونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذا دعني أرحب بك معنا في هذا البرنامج وهذه الحلقة، ونحن نتساءل يعني ما الذي يعنيه الرقم 1.6 مليار دولار كقيمة اكتتابات في المنطقة مسجلة في الربع الأول، وهي أعلى قيمة كما تعلم منذ العام 2008 في هذا الربع. أعتقد سيكون جيدا إذا كان هناك مزيد من الاكتتابات العام الأولية، ولكن بالطبع إن أكبر الاكتتابات كانت في العراق ب 1.3 مليار من ال 1.6، وأيضا البقية من المملكة العربية السعودية. نعم سيد فيل، يعني لماذا تتجه الشركات في الشرق الأوسط مجددا إلى الأسواق وإلى طرح أسهمها للحصول على تمويل؟ هل تعتقدون بحسب دراساتكم أن الشركات تحصل على هذه الأموال بهدف التوسع أم لأغراض أخرى ربما؟ نعم، في الشرق الأوسط لقد كان هناك دائما سببين للاكتتابات الخاصة بالشركات. الأولى هي زيادة العوائد والأموال، وبالتالي فأن الأسواق في الوقت الحالي في وضع جيد، وهذا وضع إيجابي بالنسبة للشركات. والسبب الثاني هو، وسبب كبير، هو أن يكون جزء من الاتجاه للشركات في الشرق الأوسط، وذلك لمؤسسة الأعمال، وهذا جزء من ذلك، حيث أن الاكتتابات العامة الأولية جزء من هذا الاتجاه، والأمر يتعلق بالتمويل، ولكن أيضا الاتجاه الخاص بمؤسسة الأعمال وما إلى ذلك. سيد غاندير، يعني اكتتاب شركة الاتصالات آسيا سيل بقيمة 1.3 مليار دولار يمثل الحصة الأكبر من سوق الاكتتابات لهذا العام، كيف تنظرون إلى دخول العراق سوق الاكتتابات الكبيرة؟ هل بدأتم تلحظون ثقة بالشركات العراقية؟ نعم، أعتقد أن هناك مزيد من الثقة في جميع أنحاء المنطقة، ونتطلع إلى مزيد من الاكتتابات العامة الأولية في العراق. وبالنظر إلى الاكتتابات العامة الأولية التي تمت، فلقد كانت في قطاعات لديها الكثير من الثقة، والقطاعات التي تتعلق بالنمو الكبير والسكان المتزايد، عدد السكان المتزايد والذين لديهم الأموال، والسكان الشباب. العراق مع الاتصالات من الواضح أنها تعتمد على العدد الكبير من المستخدمين، وهناك اكتتابين أيضا في المملكة العربية السعودية، وكان أحدهما في الرعاية الصحية والآخر في الإسمنت، وذلك لبناء وإنشاء المنازل، وكل ذلك يعتمد على النمو الكبير في عدد السكان. وبالتالي أعتقد أنه إجمالا فإن عدد كبير من الشركات سوف تتجه إلى الاكتتابات العامة الأولية، لا سيما في هذا النوع من القطاعات. سيد فيل، يعني ما الذي يحكم اتجاهات المستثمرين في الشركات حسب دراساتكم وتقاريركم؟
إن المستثمرين سوف يتطلعون إلى العوائد الجيدة وسوف يتطلعون إلى الشركات الجيدة والشركات التي لديها ماض جيد ومستقبل جيد. وبالتالي فإن العديد من الشركات سوف تتحدث عن كيفية تحسن المستقبل والقدرة على دعم ذلك. وبالتالي ينبغي أن يكون هناك أسهم جيدة مدعومة بالقطاع الموجود فيها هذه الشركة. إذا ما هو التحدي الذي يواجه المستثمرين في هذه المرحلة في رأيك؟ أعتقد أن الأمر يتعلق بالتحديات التي تواجه العائلات والشركات التي ترغب في أن تكون عامة. وأعتقد أن التحديات التي نشهدها يوميا هي القدرة على المالك والعائلة أن يكون لديها سيطرة وأن يكون لديها نوع من الشفافية. وهذا أمر كان خصوصي في الماضي. هذا تحدي. والتحدي الآخر الذي أقول عنه الاستعداد. وبالتالي فإن الشركة والنظم الخاصة بالشركات والإجراءات تتعلق بالفعالية والنظام المالي وفعاليته ونظام تكنولوجيا المعلومات وتطبيق بعض القواعد التي يتطلبها المراقبين وما إلى ذلك. وأعتقد أن هناك تحدي كبير يتعلق بجودة الإدارة. وأعتقد أن هل الإدارة لديها قدرة على التوجه إلى السوق وأن يكون لديها مسؤول تنفيذي ومسؤول مالي وإدارة للفريق؟ أعتقد أن هذه التحديات التي تواجه الشركات بطريقة أو بصفة يومية. نعم سيد فيلي، يعني سؤال أخير وإجابة سريعة لو تكرمت، هل سيتواصل هذا الأداء لبقية العام؟ أنا أقبل الإجابة بلا أو نعم، وأعطي خيار ثالث ربما. أتوقع نعم، وأعتقد أن الأسواق سوف تكون أفضل وأن الشركات ستكون مستعدة. وأعتقد أن عام 2013 سيكون عاما قويا. أنا أشكرك سيد فيل غاندير على هذه المعلومات القيمة في هذه الجولة من هذا البرنامج، وأنت رئيس خدمات استشارات الصفقات في أرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شكرا جزيلا لك.